صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن وإهداء ثواب القراءة إلى الموتى؟ هذا لم يرد به دليل، بعض العلماء يرى جوازه، ولكن الصحيح أنه لا دليل عليه. وإذا أردت أنك تنفع الميت ادعو له، الذي ورد به الدليل الدعاء والصدقة، هذا الذي ورد به الدليل، أو الحج والعمرة. نعم.